السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجه الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي رسالة مشفرة إلى رئيس الفاف والاتصالي بشأن الكواليس التي أعدت للمنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2024، وقبل يومين من افتتاح العرس الإفريقي بالكوت ديفوار. تساءل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، هل يسمح للمنتخب الجزائري الفوز بكأس أمم إفريقيا؟ ففي مقاله المنشور بموقع صحيفة الجزائر الآن الإلكترونية اليوم الخميس 11 من جانفي، تحدث حفيظ دراجي عن نجاح تربص الخضر بالعاصمة الطوغولية لومية، معتبرا ذلك علامة إيجابية على قدرة أشبال بلماضي على إداء مشوار جيدة خلال النسخة 34. ومع ذلك اعتبر معلق قناة بين سبورتس القطرية أن النجاح في أي بطولة إفريقية لا يرتبط دائما بالمستوى الفني، حيث تظهر معطيات خارجة عن السيطرة، خاصة تلك التي تتعلق بالطقس والمناخ وأرضية الميدان. وشدد على الكواليس والمكائد التي يرتقب أن يتعرض لها المنتخب الجزائري الذي لا يراد له التألق والتتويج بعد أن بلغ العداء للجزائر ذروته في عديد المجالات منذ سنوات. وقال الإعلامي الجزائري، فإن هناك من يسعى لمنع المنتخب الجزائري من التتويج في ظاهرة تنمت خلال الفترة الماضية حتى صارت الجزائر عقدة عند البعض ويجب معاقبتها عند البعض الآخر بسبب مواقفها ومواهبها وطموحات أبنائها التي يجب تحطيمها بكل الوسائل والطرق. فكأن سعادة الجزائر تزيد من تعاسة غيرها رغم إقرارنا بأخوة الآخرين وأحقيتهم في التتويج بلقب قاري. نتمنى أن يحسم فوق الملعب وليس في الكواليس ولا تحت الطاولات. هنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.